السلام عليكم صديقتي العزيزات، كيف دايرين؟ احوالكم مزيانه؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو ديال هاد النهار نشارك معكم واحد الروتين مسائي زوين هكذا اللي نشجعكم ونعطيكم الوصفه ديال هاد المسمن الرائع اللي ساهل ماهل، اكيد غينجح معكم وهكذا تبقاو تستعملوه ان شاء الله في رمضان. كيجي مورق كيدوب في الفم وهشيش غزالة البنات. مهم بالنسبة للعجينة، درت العجينة المعتادة عندي اللي نفس الكمية كندير ديال الفورس مع الفينو. مثلا درتي زلافة الفورس زلافة ديال الفينو، كيتعجنو مزيان بالميها تكون دافية، ما بين دافية حتى الباردة. دابا بدا كيبرد، بدا كيسخن الحال، مليحة وصافي البنات. واحد راس معلقه ديال السكر سريده باش كتجينا داك التحميره، واللي ما كيقدرش يتحكم في السكر ما يديروش كاع. صافي البنات، كنعجن العجينه عادي ونخليها تعلك مزيان. كان عندك الوقت وما فيك ما تعلكي، عجنيها بالصباح وديريها غير في بلاستيك غذائي وخليها ما تجي فين تلقيها في العشيه حتى كتلقايها تدلكات بوحديتها البنات. مهم كتشكلوها قويقات كيف كتشوفوا معايا، وتخليوها تغطيوها ضروري انها تغطى بلاستيك غذائي حيتاش العجينه كتشمع. ايوا المهم البنات، هنايا صافي طلقت العجينه ديالي الاولى، درت شويه ديال الزبده والزيت، درت الزبده المزيانه البنات هي اللي كتجي عاطيه مذاق رائع في المسمن، وكتجي بنينه، كيجي داك المسمن بنين. المهم البنات، وشويه ديال الفينو. صافي هادشي اللي درت. غادي نستعمل القطعه ديال البيتزا كيف شفتوا معايا في الفيديو، استعملت القطعه ديال البيتزا. صافي ما كتبقايش عاد طلاق ولوي وعاود لوي، وهادي مباشره كتلقيها في سطح العمل، تقطعها بالقطعه ديال البيتزا على شكل حلزوني بحال كديري شي بيبوشه. المهم البنات كيف كتشوفوا معايا، ثم كنبدا من الطرف وندور 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 حتى نوصل للاخر، ما نقطعوهاش. صافي كنشد داك التالي كنبدا بيه ونبدا نلوي وانا غادي نلوي وانا غادي حتى كنسالي الذره ديالي اولا المسمنه ديالي. صافي اللي ساليتها كنحطها على جنب وكنكمل كلشي، وملي كنجي نطيب كنبدا باول وحده صوبت كتكون تخفات وطلقات راسها. ها نتوما البنات، ها نتوما على هذا الشكل هذا، وصافي ها نتوما. غنزيد معاكم وحده اخرى هكذا باش تشوفوا الطريقه، راها ساهله ماهله. كندردر زبيته وزبيده، ومن بعد كندير رشيشه ديال الفينو وكنقطع. شتو ساهله مهله. صافي وغادي نلوي هنا، راني حاولت انني نخلي لكم الفيديو هكذا باش تشوفوا الطريقه. صافي تبقاو تلوي، ومن تلوي وما تشي تزيروا، لوي وانتم مرخوفين باش كتفرق الورقه على اختها، وكيجيو مفارقين، كتجي داك الملويه مهرطه كي كيقولوا. انت البنات هانتوما، الطريقه سهله والله العظيم البنات، الا كتساليهم في واحد الوقت اللي هو وجيز وكيجيو مورقين 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 واحد الدرجه ما تصوروها. صافي كنجمع جوج ودينات من هنا ومن هنا نلاقيهم ونحطها حتى نسالي كلشي. وبالنسبه للخبيزه البنات، كنبدا باول وحده صوبت كنلقاها تطلقات، هانتوما شوفوا كي معلوكه مطلوقه بوحديتها، كنقرصها هكذا بصبيعات يديا نقرص. نتوما كتحكموا في السمك، بغيتو المسمن يجيكم غليظ، بغيتو يكون رقيق، بغيتو ما بين وبين. المهم انا كنديرو بين وبين، ما رقيق ما غليظ، حيت الا رققتيه بزاف كيقصح، عاوتاني الا غلطتيه خصك غير تعرفي طيبيه وصافي. المهم كيف كتشوفوا معايا، المقله ديال المسمن كتبغي تكون سخونه طيبه طيبه طيبه، ماشي بحال الحرشه، يعني كيخصها تكون سخونه مزيان. ترشيها واحد الرشيشه هكذا بصبعانك بالزويته، وطرحي ليا داك المسمن الناعم على لا، بقاي هكذا يوفى تحطيه قلبيه، غير تسمعوا دار ديك كشكشكش، صافي قلبي المسمنه باش هكذا كتنفخ معاك وكتطلع. هانتوما البنات، وضربوه هكذا في الجنيب ديالو، بقاو هكذا ضربوه، عرفتي راه هنايا سخون طيب طيب طيب. حرق ليا يدي. المهم غنفتحو معاكم، عرفتيش يا البنات كيجي معلك ومورق من داكشي، شوفوا هانتوما راه تبارك الله باين وغايجيكم من داكشي. المهم انا البنات راني جاني سخون، ما قديتش حتى نقيس فيه من المقله، قلت نوريه لكم. ايوا شفتوا البنات الشكل كيجي تبارك الله، كيجي غزال غزال غزال، غير جربوه ان شاء الله. هكذا تبقاو ديروه في الفطور ولا
كاين اللي كيتسحر هكذا بالمسمن ولا بالمخمر مع الرايب، كيجيو زوينين بزاف. وصافي انا ساليت البنات، ساليت المسمنات ديالي كاملين، هانتوما شفتوا كيفاش كيجيو. ونيت غادي نحط منهم هكذا، نديرو داك غوتي وعشه في خطره هو اللي غادي ندير البنات. غنحط منه مع كويس ديال اتاي او اللي عندكم. فانا كنت دايره لاصوب ديال الخضره، غادي ندير معها هاد المسمنات. هانتوما البنات شفتوا كيفاش كيجي، كيجي زوين. نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. هانتوما البنات، انا راني هو باش درت الكوتي وعشه في خطره واحده، ساليت داك الطريح ديالي ديال المسمن هكذا. يبقى لي ان شاء الله الغدا الفطور. درت لا سوب ديال الخضيره، كتجي لذيذه 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 غزال. فاش كتشيط ليا الخضره ديال السكسو ولا شي مرات كنشريها هكذا، نشري قريعه ونشري اللفت هكذا شويه شويه وكنطيب. هنا كنت دايره البنات واحد البسبوسه بلا كريم، كتجي حتى هي زوينه بزاف. مهم صافي، هذه هي العشيوه ديالي. اللهم ادي مانع محفظه من الزوال وتميرات وداكشي، وهذا ما كان. المهم البنات دابا غادي ندوز نصب معكم العشاء. فبالنسبه للعشاء غادي ندير هكذا الحيمه بالجلبانه، وتموت عليا البنات هنا بالضحك. دابا انا فاش كيجمد لي اللحم في الثلاجه وكنبقى نميز ما بين اللحم ما بين الدجاج. صافي جابدا جوج طريفات على اساس راهم بجوجهم اللحم، صدق واحد اللحم واحد الدجاج. وتحطيت هذا قلت صافي وغنصب غير هذا، هو يبان لي قليل وانا نقول والله تنزيد داك الدجاج، خلط اللحم مع الدجاج وكيجي مزيان. المهم البنات هنايا خديت الكوكوت ديالي، درت فيها هكذا داك الطريف ديال اللحم والدجاج، انا عاد زدته بقى كيبان لي قليل. المهم درت معاه بصيله شويه ضريس ديال الثومه، خرقوم، سكينجبير. المهم البنات انا كنحاول هكذا فاش كنكون خدامه نطيب بالليل، باش اون فوا نجي ان شاء الله لغط ليه في الوقيته ديال الغدا كنلقاه واجد غير نسخن ونحط، ماشي تنجي عاد نبقى نفكر شنو خصني ندير وهادي وهادي. المهم راه كاع الناس اللي خدامين من الله يحسن العوال الجميع، كيخصك ضروري تزولي عليك شحال من حاجه بالليل باش تنقصي عليك لغط ليه. المهم البنات كيف كتشوفوا معايا هنايا درتو غنديروا يتشحر، درت ضريس ديال الثومه، خلاص زويته بلديه وروميه اللي كيديرها ولا اللي كيدير غير البلديه. المهم نتوما وشنو كديروا، غادي نخلي هكذا شتو البنات تقلى. درت له مريقه، غادي سديت عليه وطاب. صافي هنا راه طاب لي اللحم، عاد ضفت له هكذا جلبانه، غادي ندير له القوق وبطيطه. صافي البنات ونسد عليه ونخليه حتى الغدا ان شاء الله ونقدمه معاكم. ايوا هذا ما كان صحباتي العزازات هانتوما مرقتو، غادي نسد عليه. واش غادي دير، ضروري خاصك ديري شي فين يجي شي. المهم غادي نسد عليه ونخليها البنات. الزلات ديالي كيف كتشوفوا معايا هنايا، خديت كوره ديال الفرماج غادي نفرقها نديرها في البلاستيك. هانتوما الزلات ديال التاج، فيها كيلو و 600. المهم البنات نزولها عليا، نحاول انني نفرقها ونحكها. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا رب. كاكا نحكو في هاد الرقيقة، كتجيب الفرماج زويون صراحة الله.
هانتوما البنات، حكيت غير ربيع دابا. هانتوما الشكيل ديالو غادي نديرو في بلاستيك الكونجيلاتور. انا نوريه لكم البنات، خديت باكيه ب 15 درهم، داك البلاستيك اللي فيه سداده من الفوق. هذا الشيء حتى هو غنزيد نكملو، والنص الاخر نقطعو غير قطع ونخليه، ندير له السلوفان هانتوما البنات ونخليه. هانتوما البنات، بالنسبه للبلاستيك الغذائي هو هذا، كيكون على هذا الشكل. هذا هذاك هذا ديال الخاص ديال الكونجيلاتور، غادي نحلو وندير فيه هذا الفرماج اللي حكيت، وقطع الاخرين ندير لهم السلوفان ونخشيهم عاوتاني في بلاستيك بحال هذا وصافي. وهنا تهنيت من الفرماج. ايوا صافي صحباتي، هذه اللي غطلي مني جيت لقيت الغديوه ديالي بعد طايبه حليت عليها، غادي نديرها غير تقله ان شاء الله ونحط الغديوه ديالي. والله ما ادي معني محفظه من الزوال صراحه، والله الا كنعيا بزاف بزاف البنات، ولكن اش غادي دير، كتلقى الحاجه ضروري فيك فيك، اللهم نوضو نزولو علينا. ولكن راه شي مرات كتلقاي راسك صافي ما فيك العظم لا لا الحم صحيح. المهم اصحاباتي، نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، تشوفوا هكذا الشيه ديالي كيفاش كدوز، كيفاش كنظم وقتي وشنو كنحيد عليا هكذا بالنهار ولا بالليل. وهذا ما كان البنات، هذا هو حالي، ونتمنى من الله التوفيق ليا وليكم وللجميع، والله يقدرنا والله يعطينا الصحيحه والسلامه باش نكونوا مع وليداتنا. المهم البنات، هذا هو، خليت لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر علاش لا، وشجعوني باللي لايك ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف.